لساعات طوال ظل هؤلاء يرقصون ويغنون وهم في انتظار أحبائهم الذين غيبهم السجن والسجان لأكثر من عقدين. على بوابة معبر بيت حنون إيرز لم يمنعهم البرد وطول الانتظار من الإصرار على استقبال الأبطال. هذا إنجاز سياسي ووطني كبير ما كان ليتحقق لولا صمود القيادة الفلسطينية في وجه الضغوطات الإسرائيلية التي حاولت يعني المقايضة الأسرى بضرورة إحراز تقدم في مسار العملية السياسية. بعد طول انتظار الألعاب النارية تضيء السماء إذانا بوصول أبطال الحرية. عناق وهتاف وتدافع شوقا لاحتضان فلذات الأكباد. أما أغاني الحرية فامتزجت مع كلمات الفرح والسعادة التي حرم منها أهالي الأسرى لسنوات طوال. اليوم شعوري مش هقدر أوصف على حدا، شعوري لو حكيتها لك بكذب عليك. اليوم هذه فرحة عمري بستناها من 20 سنة، وأنا بستنى اللحظة هذه. أنا اليوم بشكر السيد الرئيس أبو مازن اللي فتح ملف الأسرى اللي كانت في مقابر الأحياء، بنشكره شكرا جزيلا. 3 أسرى تحرروا من قطاع غزة في إطار المرحلة 3 للإفراج عن أسرى ما قبل اتفاق أوسلو، أعادوا الابتسامة إلى الوجوه التي كدرها الفراق، ليس لمن تحرر أبنائهم فحسب ولكن لذوي الأسرى الذين ما زالوا خلف القضبان كذلك. والله أنا أصح لما اسم ابني ما طلعش وكانت في القائمة الأولى إني يعني كده زعلت ويئست، لكن إن أنا الحمد لله مؤمنة بالله، وقلت ما طلعش ابني في الدفعة هذه بيطلع في الرابعة، واللي طالعين هذول إخوة الضياء، اللي طالعين هذول إخوة الضياء وبنائي. أنا بستقبل كل أسير فلسطيني بيطلع من داخل السجون. يا باب الزاد ابن مرحو. في الصباح الذي أطل على المحررين لأول مرة بين أحبائهم توافد الأهل والأحباب لتهنئة من عادوا إلى الحياة بعد أن ظنوا أنهم في عداد الأموات. الأسر دائما مضغوطين يعني من على سبيل المثال على التفتيشات، على الحياة العادية، على السجون اللي قسموها، القسم صار أقسام وفيش تواصل بين الأسرة مع بعض إلا يعني وسائل صعبة كتيرة عن طريق المحامين أو رسائل زي ما بعرف الكل، وضعهم صعب كتير، الله يكون بعونهم. حياة جديدة لمن تنسموا عبير الحرية بعد أكثر من 2 من القيد، قيد حبس أجسادهم لكنه لم يأسر إصرارهم على الحرية والحياة التي عادوا إليها بعد موت كاد أن يفتك بهم في غياهب سجون الاحتلال. محمد الأسطل، تلفزيون القدس، من منزل المحرر محمود سلمان في بلدة بيت لاهيا شمالية قطاع غزة. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، وتويتر.